يلا نكمل مع برج الثور ونقول أهم عيوبه أو نقاط ضعف الشخصية القوية الثابتة المتحفظة وقبل ما أبدأ بليز بليز ما تنسوش الاشتراك في القناة لو سمحتوا ولايك وشير للفيديو دعم للفيديو وللقناة عشان احنا لسه مبتدئين ونعرف ان انتوا هتدعموني وشكرا مقدما من اهم عيوب بل اهم عيوب برج الثور العناد هو ملك العناد برج الثور عنيد جدا 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 واللي في دماغه هيعمله والله لو اللي في دماغه ده اه تناقض او اه كان ضد اللي في دماغك هيحب الموضوع قوي برج عنيد الى حد فظيع ومتمسك باللي في دماغه حتى لو اكتشف ان هو غلط وحتى لو قرر يغير ده مش هيبين لك ده ما بيحبش يبقى سلس في التعامل هو حد عنيد من عيوبه كمان إنه هو مش متسامح يعني لما تغلط معاه وخصوصا لو كانت الغلطة كبيرة شوية يعني خنت ثقته اللي هو مش بيحطها بالساهل ابدا هو مش بيثق في حد بالساهل ابدا لكن لو حصل ووثق فيك وغلطت معاه وقد تكون الغلطة دي مش كبيرة قوي لكن هي خانت توقعاته مش بيسامح مش بيسامح ممكن يعدي الموضوع لكن جواه مش هيسامحك الغلطة عنده ما بتتغفرش بالسهل لكن هو مش انتقامي مش هيأذيك مش هيدور ازاي يأذيك يعني هو مش زي شوية زي العقرب لا هو مش هيسامح لكن خلاص انت هتبقى سقطت من اهتماماته او سقطت من, من قايمة الناس المهمة في حياته لكن مش هيأذيك برج التور هو أساساً يعني أسلوبه دبلوماسي وأسلوبه حلو جداً وبيعرف يتعامل مع الناس وبيعرف يتكلم لكن أحياناً بيخونه أسلوبه وأحياناً بيكون حد الطباع وحد الكلام يعني أحياناً بيكون جارح ما بيعرفش يسيطر على نفسه وخصوصاً لحظة الغضب من عيوبه كمان ان هو مش بيقبل النقد او الانتقاد مش مش هيقبل ان انت تنتقده او تقول عليه عيوب او اللي عملته ده غلط عشان كده وكده دي اكتر حاجه بتصير غضبه على فكره هو شخصيه كده اليجنت وما بتغلطش فانت لو اثرت لو لو حاولت تبين ان اللي انت عملته ده غلط او انت ازاي تعمل كده دي حاجه هتضايقه جدا وهنا بس هيبان غضبه الوحش بقى الشخصية الصبورة الهادية الكتومة هتنفجر في وشك وانت مش هتقدر على الانفجار ده بيؤخذ عليه برضو ان هو متحفظ بشكل كبير مش اجتماعي قوي يعني اجتماعي في مجال عمله لكن عموما مش بيكون صداقات كتير يعني هتلاقي صداقاته عددها محدود جدا وقدام جدا لان هو برج مخلص بصراحة مخلص قوي يعني صعب يخون وصعب يبيع لكن على اضيق الحدود عددهم قليل قوي مش بيحب المفاجآت رتيب شوية روتيني إلى حد كبير ما بيحبش حاجات جديدة تطرق في حياته إيه كمان من العيوب برضو والعيوب اللي بتظلمه أحيانا إن هو مش شاطر في التعبير عن مشاعره يعني لو ده ما يسمى بالرومانسيه هو محب على فكره وهو عنده طاقه عنده طاقه حب كبيره قوي وطاقه افاده للي حواليه كبيره قوي لكن ما بيعرفش يظهر مشاعره للاسف في موضوع الفلوس برج الثور بيحب بيحب الماده جدا بيحب الفلوس مش الاشخاص يعني عندنا مثلا برج الجدي بيحب الشغل لمجرد الشغل حتى لو العائد بتاعه مش قوي قوي بس هو بيحب يقوم بشغل تحقيق النجاح او انجاز حاجه في عمله ده بيحبها التور لا التور هيبذل مجهود عشان العائد المادي بيحب الفلوس وممكن يؤخذ عليه ان هو بخيل شوي يعني حريص لدرجه اوفر شوي ما بيحبش يصرف كتير و... وما بيحبش الشخصيات اللي بتصرف كتير وبيعتبرها شخصيات مش عاقله يعني هو عاقل جدا و... وبيحب الناس العقل بيحبش الناس المجنونة على فكرة بيؤخذ عليه برضو ان هو احيانا بيبقى كسول شوية يعني يحب الراحة ويحب الانتخة ويحب يقعد قدام التلفزيون كده ومعاه الريموت ومعاه يعني يعني هيقوم للضرورة القصوى احيانا ممكن يأجل اعماله ممكن يأجل حاجات مطلوبة منه عشان بيفضل الراحة عيوب لا تذكر بجانب مميزاته على فكرة وبجانب قلبه الجميل وبجانب حبه للمساعدة وحبه للتضحية بجانب إخلاصه اللي هو متربع على عرش المخلصين مخلص جدا فعيوب لا تذكر ما تنسوش سبسكرايب وشير ولايك لو سمحتوا مرسي مقدم